عمرك فكرت قبل كده او حتى فكرتي قبل ما تلعبوا بوكسنج ان انتوا تعرفوا هل انتوا اصلا مناسبين تكونوا ملاكمين ولا لا؟ طيب نبسطها شويه. هل قبل كده فكرنا ان احنا طبيعه جسمنا او احنا كجينيتكس يعني ننفع ان احنا نكون فايترز او ملاكمين؟ نبسطها اكتر. لو دخلنا على فصائل الدم مثلا، كل فصيله دم بتلائم اكتر العاب معينه، فهل انا مثلا شفت قبل كده فصيله دم تنفع ان انا اكون فايتر او ملاكم ولا لا؟ تيجوا نتكلم في الموضوع ده النهارده. هنتكلم عن فصائل الدم وعلاقتها بانك تكون ملاكم كويس او ملاكمه كويسه ولا لا. يلا بينا نبدا حلقه. I'm gonna show you how great I am. اهلا بيكم مره تانية، معاكم الملاكم الاولمبي رامي حلمي، لاعب اولمبياد لندن، بطل دوله العاب البحر المتوسط، بطل افريقيا، بطل العرب، واخيرا بطل مصر. خلونا نبدا حلقتنا بنظره بسيطه عن فصائل الدم. احنا عندنا اربع فصائل من الدم، A B O و AB، وبيتم تحديد فصائل الدم عن طريق وجود او عدم وجود خلايا مضاده على سطح الخلايا الحمراء، ودي بتختلف من جسم للتاني. خلونا نبدا دلوقتي بتفسير فصائل الدم بالترتيب، وهنبدا بفصيله الدم A. فصيلة الدم A بتشير بعض النظريات ان ذوي فصيلة دم A من البشر هم بيميلوا لألعاب التحمل، ومن الألعاب دي هي زي السباحة، الماراثون، ركوب العجل، وحتى مسابقة أقوى رجل في العالم. نبدأ دلوقتي في السريع نخش على فصيلة دم B. فصيلة دم B بتعتمد على التكيف وخفة الحركة في الأداء، وأصحاب فصيلة دم B دول بينجحوا في ألعاب زي كرة القدم، كرة السلة، التنس، الحاجات اللي فيها خفة حركية. ممكن انت يعني انا بذكر بعض الامثله، ولكن انتوا تقدروا توصلوا للحاجات اللي فيها او الالعاب اللي فيها خفه زياده تلاقوا دايما متميزين فيها اصحاب فصيله دم B. ثالث حاجه عندنا وهي فصيله دم AB. اصحاب فصيله دم AB دول بيكونوا مزيج ما بين A وB في الالعاب بتاعتهم، يعني يقدروا يمشوا في الاثنين او في حاجات ميكس ما بين الاثنين، حاجات زي الغوص، كره الميه، الجمباز الايقاعي، والفروسيه كمان. ودلوقتي تعالوا نخش على الاكثر انتشارا بين البشر وهي فصيله دم O. او فيها كذا ميزه، فيها قدره على التكيف وقدره على التحمل كمان، بالاضافه لعنصر القوه اللي موجود فيها بصوره كبيره، ودول اصحابها بيميلوا للالعاب القتاليه اكتر لان بيبقى عندهم قوه ظاهره وطاقه زياده، فبتوصل ان انت بتستغلها في حاجه زي البوكسنج بقى، الريسلينج او المصارعه، عندك الام ام اي، الالعاب القتاليه بقى وفكره الالعاب القتاليه بانواعها او بتنوع قوتها بتلاقي فصائل الدم او بتسلك فيها بسرعه اكبر. خلونا نتكلم مع بعض دلوقتي كلمتين في اخر حلقتنا البسيطه اللي قدمناها وشرحنا فيها موضوع فصائل الدم. الموضوع النظريات اللي انتوا سمعتوها من اول الحلقه او الابحاث اللي هم عملوها او الاختبارات اللي عملوها، من وجهه نظري الشخصيه ليست العامل الاساسي في انك تكون بطل في حاجه انت حبيتها او لا. اظبط تغذيتك، اظبط نومك، اظبط الالتزام بتاعك في تدريباتك ومعيشتك وتعاملاتك واحترامك لذاتك، اظبط المينتاليتي بتاعتك وطور نفسك فكريا ومهاريا وعلميا زي ما انت بتطور نفسك بدنيا، لان الاثنين بيكملوا بعض. مفيش حاجه تقدر توقفك غير نفسك. اعتمد على الله، طور نفسك، طور ذاتك، وهتقدر توصل حتى ولو كانت فصيله دمك غير مناسبه للحاجه اللي انت بتحبها. انا حبيت الحلقه دي تكون بسيطه ونشرح لكم فيها موضوع فصائل الدم، لان ساعات حس الانسان ان هو مش عارف يؤدي في رياضه معينه، حس ان هو بيتعب بسرعه، حس ان هو مش قد الرياضه دي، بس صدقوني لو وصلنا لفكره اللايف ستايل وهو عاند نفسه وقدر على نفسه وقال انا هوصل يعني هوصل فيها وظبط كل المعادلات بتاعه اللايف ستايل والهارد وورك بتاعه، هيقدر حتى يغلب اللي عنده تالنت اكتر منه. ودلوقتي وصلنا لنهايه حلقتنا، وهنقدر ان احنا نقول لكم في الاخر ما تنساش ان انت بطل قصتك. Thank you.